عبد الغفور عيسى أحمد، مر غسلين، عمري 24 سنة، قلت أشتغل بالإنشاءات. وبعض الإنشاءات شو اشتغلت؟ بعد إنشاءات انتقلنا على ورشة بصرغين منبج، كمان إنشاءات بس هاي إنشاءات عسكرية، اشتغلت فيها وبعدها صارت ضربة براس العين ووقفنا شغل. راح حسان على راس العين وصار يشتغل ضمن الجيش الحر، وتطورت علاقته مع الجيش الحر. حسان هلا شو عم يشتغل؟ مع مين عم يشتغل؟ حسان حاليا مع الاستخبارات التركية كيف عرفت؟ عن طريق يحيى أخوه، مشان يغوي حاله براس العين، يطلب منه انه نفوت ألغام على المنطقة اللي هي. ما كان يجيب الألغام كنا نشوفه، اللغم كنا نستلمه حوالي العالية قرية اسمها السوسة، كان يجي يسلمنا الألغام هنيك ونمشي. بس نوصل المكان اللي بده إياه يقولنا مثلا حطوه بمكان وارجعوا، هو في شخص عن طريقه يجي يشيله، نحن بس كنا نروح نوصله ونرمي ونمشي. كم مرة صار هيك؟ 5 مرات. هيك تذكر لي بكل مرة كيف صارت؟ أول مرة طلب منا، هاي أول مرة، لغم والسيارة ياسين، سيارة ياسين فان، ناخذ اللغم على الطبقة، نرمي اللغم بالطبقة والسيارة نسلمها براق لمين؟ لمحمد زكي تاجر سيارات هو. ثاني مرة كمان نفس العملية، كمان اجى على السوسة وقال لنا هاي تودونه على الرق شو أخذتوها؟ بالفان سيارة ياسين، سلمنا السيارة بعد الرق، بعد ما ودينا اللوم عرقة سلمنا السيارة، سلمتوها للمكتب؟ سلمناها للمكتب، مو المكتب، الشخص هذا اللي مشتري السيارة على أساس. رجعنا عاد البيت. ثالث مرة قال هذا تاخذونه على صباح الخير، شو أخذته؟ هذا أخذناه بالمتور، والرابعة كمان بالمتور على الشدادي، والخامسة كمان على طريق 47. كيف كنتوا تتنقلوا؟ أثناء التنقل إذا ما في تدقيق نمشي طبيعي، إذا في تدقيق في مهمة نمشي فيها لعبد الله، مين عبد الله؟ عبد الله نسيبي أخو عيلتي. يعني أنت وعبد الله أنا وعبد تواجهوا الله بعض تتحركوا؟ إيه كنا نشتغل مع بعض. وعلى كل مهمة ايش قد كنتوا تاخذوا مصاري؟ أول وحدة أعطانا عليها 145 ألف، والثانية أعطانا عليها 450، والثالثة 500، والرابعة 850، والخامسة 1000 دولار. الألغام اللي كنتوا توصلوها لشي محل، مين كان يجي ياخذها؟ ما نعرف، نحن كنا ننزلها ونمشي، بس نزلوها إيه نرميها تصوروها ولا لا؟ نصورها بلا، نرميها نصورها ونبعثها لحسان، حسان هو يبعث شخص عليها يستلم. والله استنتجت انه نحن صرنا الضحية، حسان كان يضحك علينا. أنا عبد الله بن عبد العزيز جريبة، أنا من راس العين، منطقة الشيخ شبلي، مواليد 1996 2013، يعني انضميت إلها. يعني شو كان عملك ضمن نقطة حماية الشعب؟ كنت أنا مثل ما تقول بنقطة حرس، مثل ما تقول حرس جبهة. بعدين؟ بعدين شوي ضليت شي 3 أشهر، 3 أشهر 4 أشهر هيك، انضميت الى التركسات. بعد الهجمات هاي صارت، يعني مثل ما تقول صرنا رجعنا لهون على تلتمر، يعني صرنا طلعنا من بيوتنا كلياتنا، صرنا لاجئين هون بتلتمر. اجاني بالشهر الثالث، اجاني هاتف بالشهر الثالث، اجاني هاتف مثل ما تقول، اتصل بي عبد الغفور وقال لي في امانة جاية من راس العين. بعدين نتفاهم عليها، طلعنا تاني يوم على الطبقة، رحنا أول شي على اتجاه السوسة العالية، منطقة العالية، اجينا هنيك التقينا مع حسان وكان معه ياسين. مين حسان؟ حسان هذا من راس العين اتجاه المحطة، وياسين من الحردانة، ياسين العدنان على ما ظنتي.
كانوا اثنيناتهم جايين، سلموا العبد الفان وحاطين فيها كمان أمانة مصاري كمان بعرف. طلعنا على الطريق قال هون ما يصير الحديث يعني، لا تطولوا امشوا. مشينا هناك أخذنا الفان والأمانة ورحنا على طريق، طريق على الجبل، طريق أبو خشب. طلعنا على الطبغام هناك حطيناها، صورناها كمان الحسان، بعتناها الحسان. كيف كنتوا تمرقوا من الحواجز؟ هي كانت اللغم، كانت اللغم يطلع تقريبا وزنها 12 كيلو 13 كيلو يعني، كانت صغيرة يعني. وكنا مثل ما تقول كانت أنا عندي مهمة، أنا عسكري مهمة أمشي فيها على الحواجز عادي يعني. كم مرة جبتوا ألغام؟ إحنا هون حطينا لغم ورجعنا النوم كمان بعد أسبوع، جبنا لغم تاني بعد أسبوع، جبنا لغم تاني. هون عبد التقى مع حسان، حسان إجاب له ورجعنا كمان. هاي حطينا برقة السمرات قيمتها كان بعد 350 ألف. الوسطين كل أسبوع كنتوا تروحوا تجيبوا لغم؟ كل أسبوع، كل 10 أيام، كل 15 يوم. يعني شلون مشيت معه أول مرة بحياتي يعني، أغلط الغلطة هاي يعني، ما استنتجت أي شيء يعني، يعني خسرت حالي.